خلينا نقول لحضراتكم اهم وابرز المباريات بخصوص اليوم في مختلف الدوريات العالميه. نبتدي الاول بالمباريات المحليه وتحديد بطوله كاس مصر. النهارده في مباراه في دور ال 16 ما بين بتروجيت وكوكاكولا. المباراه دي ابتدت في تمام الساعه 2:30 ظهرا وامتدت لاوقات اضافيه بتلعب حتى هذه اللحظه، ومباراه فيها نديه كبيره جدا بالمناسبه. لكن فيما يتعلق بالدوري الانجليزي فالنهارده في مباراتين مهمين قوي ما بين تشيلسي وايفرتون، دي مباراه الساعه 8 بالليل، وايضا مباراه ويستام يونايتد مع ليدز يونايتد دي الساعه 10 بالليل. اما في الدوري الاسباني مباراه وحيده، ريال بيتيس مع ديبورتيفو الافيز دي الساعه 10 بالليل، وايضا في الدوري الايطالي مباراه وحيده ما بين الانتر واتلانتا الساعه 10 الا ربع مساء. ده فيما يتعلق ويخص اهم وابرز المباريات حول العالم.